النهارده الأربعاء، وده ميعاد تغيير الأفلام في سينمات مصر، وكمان ميعاد حلقتنا الأسبوعية لتحديد الأفلام التي لا ننصح بمشاهدتها هذا الأسبوع في سينمات مصر. يلا نبدأ. باك تريس 2018، المتتبع الخفي. فيلم كان دي مدة عرضه 92 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 8 مايو 2019. تصنيف العمل الفني دراما، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد، تصلح مشاهدته للكبار فقط. ينتقل اللص الوحيد الناجي من عملية صوت ومسلح لسيارة مصفحة، يخرج من منشأة أمنية مشددة عالية المستوى ليدير عملا للاختبارات التجريبية للمخدرات. أجلي دولز 2019، دمى قبيحة. فيلم أمريكي مدة عرضه 87 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 8 مايو 2019. تصنيف العمل الفني رسوم متحركة أنيميشن، تصنيف العمل الرقابي بي جي بارنز جايد، تصلح مشاهدة لجميع الأعمار بإرشاد عائلي. مغامرات ثلاثة دمى مفعمة بالحيوية يوجهون المعنى الحقيقي لأن تكون مختلفا، ويناضلوا من أجل أن يكونوا محبوبين، ثم يكتشفون أنه لا يجب أن تكون كاملا لكي تصبح رائعا، ما يهم هو ما أنت عليه فعلا. The Intruder 2019، المتسلل. فيلم أمريكي مدة عرضه 102 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 2 مايو 2019. تصنيف العمل الفني دراما، تصنيف العمل الرقابي بي جي 13 بارنتس جايدد 13، تصلح مشاهدته لمن هو 13 سنة فما فوق بإرشاد عائلي. عندما يشتري الزوجان الشابان سكوت راسل وآني راسل منزل أحلامهما في وادي نابا، يعتقد أنهما وجد المنزل المثالي لاتخاذ خطواتهما التالية كعائلة، لكن عندما يواصل البائع الغريب شارلي كويد التسلل إلى حياتهما، يبدأ شك في التسلل إلى الزوجين أن شارلي لديه دوافع خفية تتجاوز البيع السريع. هيلبوي 2019، ابن الجحيم. فيلم أمريكي مدة عرضه 148 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 10 إبريل 2019. تصنيف العمل الفني مغامرات، تصنيف العمل الرقابي بلس 18 للكبار فقط. يروي الفيلم قصة البطل الخارق هيلبوي العالق بين عالمين متنافرين، العالم الفائق للطبيعة والعالم البشري الاعتيادي، حيث يدخل هذه المرة في صراع مفتوح مع ساحرة من العصور البائدة أقسمت على الانتقام وعلى تدمير الجنس البشري بأكمله. تريبل ثريت 2019، تهديد ثلاثي. فيلم صيني مدة عرضه 96 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 إبريل 2019. تصنيف العمل الفني حركة، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد للكبار فقط. صفقة تعقد لقنص ابنة ملياردير تحاول إسقاط منظمة الجريمة الكبرى، وهنا يصبح لزاما على فريق من المرتزقة ومجموعة من القتلة المحترفين أن يصعوا لإيقاف منفذي الصفقة قبل إصابة ابنة الملياردير. The Curse of La Llorona 2019، لعنة لا ليورونا. فيلم أمريكي مدة عرضه 93 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 إبريل 2019. تصنيف العمل الفني غموض، تصنيف العمل الرقابي بلس 18 للكبار فقط، تصلح مشاهدته لمن هو 18 سنة فأكبر. بعد تجاهل التحذير المخيف من جانب أمة مضطربة واشتبه أنها تعرض أطفالها للخطر، يتبين أن مواقع شيء ينتمي لعالم خوارق الطبيعة، ويصبح أملهم الوحيد في النجاة من غضب يورونا هو كاهن مخدوع يمارس التصوف لإبقاء الشر في مكانه. ويجا شانس The Final Game 2019، ويجا شانس اللعبة النهائية. فيلم إيطالي مدة عرضه 81 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 إبريل 2019. تصنيف العمل الفني رعب. تقرر سارة وأصدقائها قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلا قديمة ورثتها، وفي ظروف غامضة بعد العثور على لوحة ويجا، تستحضر سارة وأصدقائها عن غير قصد قوة شريرة مرتبطة بأسرار الفيلا الخفية ليواجهوا رعب لا يمكن تصوره. The Night of Shadows Between Yin and Yang 2019، فارس الظلال بين الين واليانج. فيلم صيني مدة عرضه 108 دقيقة، بدأ عرضه في مصر 24 إبريل 2019. تصنيف العمل الفني حركة أكشن. يروي الفيلم قصة صائد للشياطين يتعقب كافة الوحوش التي تقتحم الحيز البشري، ويعاونه في هذه المهام مجموعة من الوحوش الأليفة بالإضافة إلى أحد المتدربين. أفيجيلانتي 2018، اقتصاص. فيلم أمريكي مدة عرضه 91 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 1 مايو 2019. تصنيف العمل الفني تشويق وإثارة، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد للكبار فقط. سيدة تقرر مساعدة الضحايا في بحثهم عن المعتدين المحليين عليهم ليقتصوا منهم ويتمون انتقامهم. وندر بارك 2019، الحديقة العجيبة. فيلم أمريكي مدة عرضه 85 دقيقة، تاريخ عرضه 13 مارس 2019. تصنيف العمل الفني كوميدي، تصنيف العمل الرقابي للجمهور العام، يصلح مشاهدته لجميع الأعمار.
جون فتاة متفائلة ومقبلة على الحياة، تكتشف وجود حديقة ترفيهية متوارية في الغابة، وهي حديقة يسكنها حيوانات متكلمة طريفة، وبعدها تكتشف لاحقا أن الحديقة من صنع خيالها، وهي الوحيدة التي تستطيع إصلاح شأنها وتعيد البهجة من جديد عليها.